انا ضد هذه الساعه الاضافيه، وكنتمنى من المسؤولين يشوفوا بواحد النظره ديال الطلبه والطالبات التلاميذ كما كانوا في البلاد، راهم مضطرين مع هذه الساعه الاضافيه حيت كيكون عندهم واحد الديكالاج في الوقت اثناء الدراسه ديالهم. الصباح الليل مساكين كاينين بنات كاينين كيكونوا البعد على المقر المدارس ديالهم ولا المعاهد ولا الجامعات ديالهم. كنتمنوا المسؤولين ان شاء الله يديروا شي التفاته ويحاولوا يغيروا هذا القانون المتعلق بالساعه الاضافيه، ويحاولوا يشوفوا في مجلس البرلمان هذا الموضوع هذا اللي راه حز في النفوس ديال المغاربه كاملين واثر عليهم بشكل سلبي. بالنسبه للساعه الاضافيه يعني صراحه انا ضد هذه الساعه هذه بحكم انها اثرت يعني سلبيا على الاطفال بالنسبه للتوجه ديالهم للمدرسه، يعني اثرت عليهم حتى بالنسبه للناس الكبار يعني ما كيشبعوش نعاس، دونك هذا كيأثر علينا يعني كما يقولوا نفسانيا وجسديا. نتمنوا من الحكومه انها تراجع على هذه الساعه هذه اللي صراحه غير صالحه بتاتا، وما شفنا منها حتى زعما حتى شي حاجه، ما وكان يشرحوا لنا بشكل علمي على زادوا هذه الساعه هذه باش حتى المجتمع ولا المواطن المغربي يقتنع، يعني ما كانش اضافه بالنسبه لي انا. بالعكس لا في النعاس مهرسين مهلوكين في الصحه ديالنا، ما كاين حتى شي نتيجه. دونك نتمناو حنايا الحكومه ترجع لهاد الساعه وترجع لنا الساعه القديمه اللي صراحه ساعه غرينيش يعني ساعه ممتازه، يعني نتمناو يعني يتفهموا هذا الامر. هذا الساعه الاضافيه يعني حنا ضدها، يعني راه ما صالحاش كاع بالنسبه لا لينا لا للاطفال. الاطفال راهم يعني كيفيقوا بكري عاوتاني كيخرجوا من القرايه بالليل، يعني راه ما صالحه لهمش وكتاثر عاوتاني نفسيا، والنعاس راه ما كينعسوش ما كيشبعوش حتى نعاس. يعني هذا الشيء اللي كنطلبوا من الحكومه ديال اخ نوش انهم يديروا اعاده النظر في هذه الساعه الاضافيه، يعني اللي راها ما صالحاش نفسيا ومعنويا. يعني الناس راه ما كتشبع لا نعاس لا بزاف ديال الصوالح، وبالنسبه للطفل راه ما صالحالوش، يعني راه كيفيق بكري وبالليل عاوتاني كيخرج بالليل. يعني ضروري الا كان والدي خدام خصهم ضروري يخرج من الخدمه ويمشي يتسناه مع 6:30 في المدرسه اللي هي ظلام. بالنسبه لهذه الساعه هذه يعني ما عجبناش في مره، حيتاش الدراري الصغار كينوضوا بكري في واحد الوقيته يعني ظلام بزاف، ما يمكنش لينا ما يمكنش يعني ما زويناش لا شويه ولا بزاف. بالنسبه للموظفين كينوضوا في واحد الوقيته يعني بزاف، يعني في موقيته مبكره، ما من الاحسن يعني كنتمنوا بان اخ نوش يحيدها لينا حيتاش صعيبه وصعيبه بزاف.